معكم أصدقائي ومتابعينا في كل مكان، محبينا أينما كنتم. شكرا جزيلا إلى الزميل مصطفى رمضان على أحداث المباراة اللي فاتت هنا على أرض الملعب. سريعا أصدقائي، اللقاء اللي بيجمع الفريقين، مدرسة حياة أمام فريق نرمر، على الجانب الأيمن فريق نرمر وعلى اليسار هنا فريق مدرسة حياة. بصافرة حكم اللقاء واحد من حكام ياسين كابتن هيثم، والمساعد الأول الدولي منى عطلة، والمساعد الثاني كابتن سهم. سريعا أصدقائي في كل مكان، تشكيلة الفريقين. فريق نرمر في حراسة المرمى محمود أنيس، أمامه كريم زيني اللاعب رقم 7، وأدهم حسن 3، عمر علاء 11، ومروان أحمد اللاعب رقم 4، أحمد علاء 6، وعلي ماجد. علي ماجد اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 22، يمينا يوسف سيزر اللاعب رقم 10، ويسارا حسن الفقي اللاعب رقم 90. في المقدمة الهجومية يوسف سامح 8، وعلي عمرو اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 23. أما لفريق مدرسة حياة، الفريق الباحث هنا عن الأمل داخل المستطيل الأخضر بقيادة النجم شريف السمرة، وحراسة المرمى عمر شوقي، أمامه عبد الله طعيمة 4، وعمرو أبو طالب 23، سليم عبد الغني 3، وأبو اليزيد 10 كابتن الفريق. نتابع الأول يوسف أبو اليزيد، لعب العرضية في منطقة الجزاء، عرضية تعدي بالراس، يريد الاختراس بكل حماس. واحد من نجوم فريق مدرسة حياة اللاعب يوسف شفعي، لعب الكرة بالراس مرة تعدت فاتت أعلى من العارضة إلى حارس المرمى محمود أنيس. استكمل تشكيلة مدرسة حياة، علي حسين 8، تميم حسني لاعب رقم 30، مالك أيمن 19، محمد سويلي 80، يوسف شفعي 7، وعلي أبو طالب اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 14. كرة قادمة حسن الفقي، تمر كرة منطقة الجزاء، تميم، الله من كرات تميم حسني، كان يريد التسجيل، يريد التهديف، ولكن مرت من هنا إلى أنيس. أمامية قادمة أمام منطقة الجزاء، كرات حائرة سائرة بين أبطال اللاعبين داخل منطقة الجزاء، ولكن تفوت من هناك إلى حارس المرمى الحارس محمود أنيس. مرحلة جزاء نبضة بين الفريقين على أرض المستطيل الأخضر، من سيفوت ومن سيمر؟ هل يتألق مستر هاني خيري ورفقاء نجوم فريق نرمر؟ هل يتألق النجم شريف السمرة ورفقاء من مدرسة الحياة؟ سؤال مطروح هنا على أرض المستطيل الأخضر. محمود أنيس على كراته في منطقة الوسط، لمسة حائرة من لاعب أدهم حسين، ولكن مرت في الجانب الأيمن، مشوار إلى حسن الفقي، سقوط لحسن حكم اللقاء الأقرب والأروع. تمر الكرة إلى مالك أيمن على كرته، لعب بينية، سلو باص، الله الأروع الأجمل الأحلى، مالك أيمن عمل كرة روعة الروعة، ولكن ضغطوا عليه فريق نرمر في منطقة الجزاء، عاوز يفوت، عاوز يمر، عاوز يصوب، ولكن كرات مالك أيمن بكل خطورة واستدار في منطقة الجزاء تعدي تفوت إلى محمود أنيس حارس المرمى. مدرسة الحياة بادئ البداية الهجومية على مرمى فريق نرمر، وفريق نرمر يغلق منطقة الجزاء من الكرات العرضية اللي بتأتي على حدود منطقة جزائه. كورة في الأمام، عدى بالانطلاق عبد الغني، ولكن عبد الله لعب الكورة في اليسار، لمسات مع التصويب، ولكن مكانها حارس المرمى الحارس محمود أنيس. طويلة وعالية داخل 9 متر و15 سم، مرة سريعا إلى حسن الفقي، عامل مشوار حسن، تدخل ما بين حسن واللاعب علي ماجد،
ولكن مرت الكرة مع التسلل من رايد الدولي هنا عطله ويطبق على قرار حكم اللقاء كابتن عيسى. تمر الكرة في الوسط على القلب اليسار مشوار قطعه لياسين يوسف لما بيتقدم يتقدم مع اللاعب يوسف شفعي تروح لمنطقة الجزاء. الله 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 هي المتعة هي الإثارة من عشر الأم 30 يوم بقى منهم. يوسف شفعي يا سادة يسجل هنا مع مدرسة حياة كالعادة. اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 7 في باطن القدم تعدد فوق تمر في مرمى قريب مرمر في مرمى حارس المرمى الحارس محمود أنيس هدف هو الأول إلى منطقة الجزاء ثم أصدر أول كان هنا في مرمى فريق نرمر لهذا الهدف الوحيد وهدف أول لصالح مدرسة حياة من يوسف شفعي طويلة وعالية في الجانب الأيمن ومشوار القادم المكان ده مكان اللاعب يوسف سيزر لاعب رقم 10 من فريق نرمر. تناخد في الوسط حسين علي حسين عامل مشوار عالي لسه ما فيش حد من المنطقه الدفاعيه ولكن الاكره عدت فاتت مره راحت من علي ماجد اينو ولكن تمر بكوار القائم الايسر لمرمى نرمر. كوره من منطقه جزاء نرمر زيني تلعب كوره في الوسط تعدي الى خطوط الدفاع من منطقة الديفندر من علاء وماجد ولكن لمسة قادمة من الجانب الأيسر تدخل ما بين سليم عبد الغني وكرات اللاعب علي حسين. لاعب علي حسين بيعتمد على الاختراق في العمق فريق مدرسة حياة يخترق أروع من خلف المدافعين بيلعب الكرة في الأمام البينيات هي الأجمل بس يوسف شفعي للمرة الثالثة في أحداث اللقاء ولكن تفوت إلى حارس المرمى محمود نانيس طويلة وعالية في الوسط ارتداد دفاعي أمام منطقة الجزاء سليم عبد الغني لعب سليم وخرج الكرة بمبدأ السلامة في الجانب الأيمن إلى أن مرت إلى التماس من الجانب الأيسر عن طريق لاعب رقم 90 حسن الفقي كابتن الفريق لفريق نرمر الباحثون عن هدف التعادل هدف وحيد في احداث المباراه لا تحلو كره القدم يا ساده الا باحراز الاهداف الكره جمال الكره تلعب كره في الوسط تقطع المنطقه الدفاعيه خطفها مع خطا دفاعي ولكن بيرجعوا تاني ما بين ادهم وكريم زيني بينظف كده منطقه الوسط كريم زيني الى لاعب حسن الفي ولكن تسلل رايه وصافره من رايه الدولي هنا عطلها صفرت حكم اللقاء في منطقه وسط ميدان مش يضربوا التسلل لاعبي فريق نرمر كابتن هنا عطلها واحده من حكام الدوليين شرفت التحكيم المصري والقائمه الافريقيه مزيدا من التقدم ومزيدا من العطاء في عالم التحكيم المصري كورة في منطقة الوسط مخالفة اتفضل يتركها علي لزيني ولا يمين القادم من خلفة لاعب رقم 8 يوسف سامح على كرات يوسف هيلعبها إلى منطقة الوسط أمامية قادمة إلى منطقة الجزاء في الطريقة كان ممكن ياخدها كان ممكن يعديها حسن الفقي ولكن تروح لعمر شوقي حارس المرمى الحارس الذي لم يختبر بعد هنا في عمر هذا اللقاء الحارس عمر شوقي شريف السمرة وتعليماته من على المنطقه الفنيه لفريق مدرسه حياء تلعب كوره في الوسط قادمه من هنا وهناك تميم لعبها الى مالك ايمن على اليسار بجوار شفعي عاملين مشوار في منطقة الوسط إلى اللاعب سليم عبد الغني على كرة سليم عامل مشوار سليم من قدم لقدم تسليم وتسلم السويدي من سليم للسويدي مثلثات مربعات انتقالات مرور من الأطراف قادمة من الاختراق من عمق تعدي الكورة بالمهارة القادم تميم
الدفاعية من فريق مرمر هدى حكم اللقاء الأكرم. هل فيها بطاقة صفراء؟ هنا بطاقة مع عدم نفاذ الطاقة في منطقة الوسط إلى لاعب فريق مدرسة حياة اللاعب يوسف أبو الياسين اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 10 في عرقلة لواحد من نجوم فريق مدرسة نرمن. كان في انطلاق كانت ممكن تكون هجمة واعدة وتعمل مشكلة لدفاعات فريق مدرسة حياة. فريق نرمن يا سيد الفريق من الفرق الباحثة عن الأمل في هذه البطولة، ولا زالت معالم المباراة هي هدف واحد على أرض المستطيل الأخضر. يوسف سامح يلعب يوسف كرة أمامية ولكن مع التواء تمر الكرة إلى خارج منطقة الجزاء وسرعان ما تصل إلى أصحاب ورفقاء ونجوم فريق نرمر من الجانب الأيسر. ما زالت هناك العلامات المرورية حمراء أمام منطقة جزاء فريق مدرسة حياة. يا ترى يا هل ترى هل تفك الشفرات المرورية الحمراء في أي وقت في أحداث الشوط الأول؟ كرة قادمة ارتداد هجومي قادم مع الانطلاق عن طريق الأطراف، لمسة من مالك أيمن لعبها في منطقة الوسط، اختطاف منطقة دفاعية من كريم زيني لعب كرة في الوسط مرور إلى يوسف أبو الياسين على كرة يوسف بيعتمد على الكرات اللي قلت لكم بينية واختراق من عمق ولكن هنا سقوط مع مخالفة وفاول عكسي إلى لاعب فريق نرمر في منطقة الوسط إلى لاعب يوسف سامح. مخالفة يوسف هل هيلعبها على الأطراف يوسف ولا حد هينزل في الاستلام من الوسط؟ كرة بالراس عبد الله طعيمة لمسة مرة ثانية إلى الفي على كرة حسن. حسن الفي بكل هدوء ولكن ما قرأش الهجمة علي عمرو وبتروح للاعب السويدي من عرض السويدي. هناخد مرة ثانية كريم زين لمسة في منطقة الوسط من قدم للقدم عزاري السويدي وتميم حسني ولاعب مالك أيمن تمر الكرة لمنطقة الجزاء. يا ستار يا ستار مدرسة حياة بتلعب بالنار بدون استدار. هنا يحرسون يمرون بل يمتعون بالهدف الثاني بالتمريرة هي الأروع ببينية هي الأجمل بركنة هي الأحلى عن طريق النجم الذي مر في منطقة الجانب الأيسر تداخل أبو طالب ولكن كورة أبو اليسير ولمساته من منطقة الوسط من تميم حتى تمر إلى مالك وهنا بيحرسون الهدف الثاني لفريق مدرسة حياة في عقر مرمى فريق نرمر عن طريق اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 8 عالي حسين. يوسف شفعي من نفس المكان ومن نفس التمريره كانهم وجدوا هذه المنطقه فمنطقه ثغره يقدر يمروا يقدر ينطلقوا للمره الثالثه الرابعه الخامسه. كلا كيت تالي مره يوسف شفعي وحكم اللقاء ما سيحتسب في تلك الكره تصل مع صفرة حكم اللقاء إلى نقطة الجزاء في تلك الكرة ركلة جزاء من نقطة الجزاء مع الاحتكاك داخل منطقة الجزاء على كراته لاعب مالك أيمن اللاعب رقم 19. مالك أيمن على الكرة من نقطة الجزاء في مواجهة الحارس محمود انيس على كراته مالك حكم اللقاء بيخرج لاعب الفريقين خارج منطقة الجزاء مالك وصفرة حكم اللقاء يتألق ولكن مرت تصدى ولكن مرت من قدام حارس المرمى ويدعي حارس المرمى محمود انيس الى ان صارت شباك فريق مرمر في تلك الكرة عن طريق اللاعب مالك ايمن ركلة الحظ ركلة الجزاء هنا تحتسب ركلة الجزاء وهدف
بثبات وثبات داخل منطقة العمليات. تلعب كرة في الوسط، لمسة إلى تميم حسني على كرة تميم في الجانب الأيمن، مشوار حاضر من السويدي، قطعوها من السويدي من اللاعب رقم 11 ما بين عمر علاء وما بين كريم مسيري، ولكن تمر في وسط الملعب قادم للاعب الوسط بين سيزار علي عمرو، عاد الكرة إلى حياه منطقة الوسط السويدي من قدم لقدم، مرة ثانية إلى تميم حسني على كرات التميم، عمل القادمون من الخلف من اللاعب علي حسين. الأول ثلاث